هذه المدرجات تقود إلى مؤسسات رسمية بالجزائر العاصمة تحولت إلى مراحيض عمومية لتجعل من مثل هذه المرافق الضرورية صالحة لكل شيء عاد المرور عبرها بسبب الروائح الكريهة. التبول في الأماكن العمومية اللي ما يعتبرش سلوك حضري واللي نقدروا نقولوا راه يدخل في التربية، يعني نتفادوا بعض النقاط اللي ممكن الزائرين منا ومنا يجيونا ويمشيوا عبر شوارع وأزقة وكذا ومنا وفيه ناس يتبولوا حشاكم، وهذا موش سلوك حضري. تصرف البعض من المواطنين وإن كان مشينا إلا أن السبب الرئيسي يفسره البعض الآخر بشبه انعدام المراحيض العمومية. أنا أطلب من السلطات العمومية الممثلة في رؤساء البلديات أنه يسجلوا مشاريع لبناء المراحيض العمومية سواء في محطات النقل البري بجميع الأنواع نتاعها أمام المرافق والإدارات العمومية، وإن اقتضى وتعذر عليهم يمنحوا الخواص في تسير هذه المراحيض. في حين مشاريع أخرى في الأفق لتغطية النقص. هذه حاجة مبادرة مليحة دارتها الدول والحمد لله كما قلوا، راهي كما قلنا الجامع خير ما يروح كما قلوا واحد يبول برا ولا يبول في الحانوت حاشاك ولا في المقاهي، وحاجة مقية تشوفوا فيها الحمد لله، راهي تمشي في كل بلديات، راهم كما قلوا راهم يديروا في الـ في الـ في الـ في السبيطارات في الجازوس تاع الكيران، راهي برضه الحمد لله راهي تمشي مبادره راهي ما لا نهايه كما قال، يروحوا كما قال حاشاك لي زيسكالي وما شبه ذلك تولي التربيه تاعو والاخلاق. بات الاسراع في وتيره انجاز هذه الهياكل عبر نقاط عديده من العاصمه اكثر من ضروره للقضاء على مثل هذه الظواهر المشحنه.